البطولة طبعاً هاي السنة الثالثة اللي بعملها، هي بطولة دولية للجمباز للأندية، وأنا أول نادي بعمل بطولة دولية للجمباز في الأردن. العدد المشاركين تقريباً 130 لاعبة من العراق، من السعودية، من الكويت، وناديين من الأردن. المستوى كتير منيح طبعاً على القانون الأمريكي. الأعمار من عمر 5 سنين بلشنا لحد عمر تقريباً زي ما أنت شايف الشباب 19 و20 سنة، فئات مختلفة، ليفل مختلف، في المتوسط، في الجيد، وفي الجيد جداً. هاي البطولة أجت بعد كورونا، فمش إشي سهل، بس الحمد لله شفت إنه البنات صار عندهم عزيمة أقوى. النسخة الثالثة دائماً النسخة المحسنة والأفضل، طبعاً تعلمنا كثير من النسخات الماضية، وكثير النسخة هاي نسخة متطورة وساعدت كثير. حتى اليوم بالذات بنات الاتحاد الأردني للجمباز وأولاد الاتحاد الأردني بالجمباز مشاركين معنا في هاي البطولة، وهذا الإشي كثير حلو لأنه هاي النسخة الثالثة اللي شارك فيها هيك مستوى أعلى بكثير.